إذن بالنسبة للمثال الثاني، هنا لدينا دائما نفس السؤال، هو تحديد صورة المجال اي، يعني القطعة اي التي هي ناقص واحد واحد بالدالة f تو x التي تساوي x زائد واحد في البسط على x ناقص 2 في المقام. إذن أول شيء يجب أن نبين يعني أن f هي دالة متصلة. إذن هنا لدينا متصلة على حيز تعريفها، متصلة على ديد اف التي تساوي ار، يعني تساوي ار ناقص 2، لأنه لدينا 2 في المقام. هنا يجب على المقام أن يخالف، يعني x ناقص 2 تخالف 0، يعني الشرط هنا x ناقص 2 تخالف الصفر، يعني x تخالف 2، يعني المجموعة r باستثناء 2 لأن هذا لا جذرية. الدالة الجذرية هي كل دالة تكتب على هذا الشكل، مثلا هي مثلا f دو x مثلا تكتب على شكل p ل x، يعني حدودية على حدودية، تعتبر دالة جذرية يعني على شكل كسر، يعني تكتب على هذا الشكل كسر، يعني بسط ومقام، هذه حدودية من الدرجة الأولى وهذه حدودية من الدرجة الأولى كذلك، حدودية على حدودية هي دالة جذرية، وكل دالة جذرية هي دالة متصلة على مجال تعريفها أو حيز تعريفها. وبما أن يعني إي هذه القطعة ناقص واحد واحد هي ضمن مجموعة التعريف، يعني إي هنا بما أن إي ضمن ديت اف مجموعة التعريف التي تساوي ار باستثناء 2، فإن اف دو اكس متصلة على اي، يعني هي متصلة على مجموعة التعريف، وهي متصلة على كل جزء من هذا مجموعة التعريف. لدينا اي هو جزء من مجموعة التعريف، ناقص واحد واحد هو جزء من مجموعة التعريف التي هي r باستثناء 2، إذن هي متصلة على كل جزء من مجموعة تعريفها، إذن فهي متصلة على اي. إذن الشرط الأول هو أن تكون متصلة. الشرط الثاني يعني يجب أن نحدد إشارة المشتقة لنعرف رتابة الدالة f دو x لنعرف القيمة القصوى والقيمة الدنيا. إذن نحسب المشتقة، لدينا لكل x ينتمي لإي f لx بريم تساوي، المعروف هنا كتذكير يعني مشتقة هذه الدالة لدينا على شكل كسر، إذا الجذرية f على الجي، كتذكير f على الجي مشتقتها تكون في المقام ج مربع f تا مضروبة في الجي ناقص اف مضروبة في جي بريم. يعني هنا ستكون لدينا ناقص 2 مربع هذه الجي في هنا اكس، كما هنا جي مربع وهنا فتحة هي اكس زائد واحد، يعني اف هي اكس زائد واحد فتحة مضروب في الجي التي هي اكس ناقص 2. نطبق العلاقة، هذه العلاقة التي يجب تطبيقها، و x زائد واحد مضروب في x ناقص 2 فتحة، دائما كل x ينتمي مهما يكون x
ينتمي للقطعة اي اف بريم اكس تساوي، نقوم بحساب لدينا يعني هذه الدالة مشتقتها هنا هذه ثابتة اذا تساوي الصفر وهذه تساوي واحد، اذا تصبح لدينا اكس ناقص اثنان. هنا الناقص لدينا هنا ثابتة، كذلك مشتقة x ناقص 2 ثابتة يعني صفر، هنا تصبح واحد، تصبح لدينا ناقص x ناقص واحد على x ناقص 2 مربع. نقوم بحساب البسط، x ناقص x تذهب مع x يعني تصبح صفر، ناقص 2 ناقص 1 هي ناقص 3 على x ناقص 2 مربع. إذا نحن نحتاج تحديد إشارة هذه المشتقة. لدينا x ناقص 2 مربع هو عدد موجب، إذا البسط المقام لا يشكل مشكل هنا، وناقص 3 هو عدد سالب، إذا إشارة f بريم x هي سالبة، ومنه هنا f الدالة تناقصية. إذا نقوم بإنشاء جدول تغيرات هذه الدالة. نشير جدول التغيرات، لدينا نحن ندرس الرتابة لدينا هنا x، وهنا المشتقة f بريم، وهنا الدالة f تو x. ندرس الرتابة في القطعة اي التي هي ناقص واحد واحد. لدينا إشارة f تو x هي إشارة سالبة كما درسناها، يعني ناقص، ومنه إذا كانت إشارة المشتقة سالبة إذا الدالة هي عبارة عن دالة تناقصية. في دالة تناقصية كما نرى هنا، إذا هنا نقوم يعني هنا يجب وضع الصور. لدينا هي معرفة على ناقص واحد واحد، يجب وضع الصور. إذا لدينا f لناقص واحد نحسبها في الدالة f دو x، إذا عوضنا هنا بناقص واحد زائد واحد هو الصفر، إذا تعطينا صفر، لا يهم المقام لأن البسط لدينا صفر الصفر، وهنا واحد قمنا بحسابها، واحد زائد واحد هو اثنان، واحد ناقص اثنان هي ناقص واحد، يعني اثنان على ناقص واحد هي ناقص اثنان، إذا هنا ناقص اثنان. فقط نقوم بحساب صور يعني يعني محدات القطعة، قطعة المجال القطعة اي. اذا هنا كما نعلم، هنا فقط كتذكير فيما يتعلق اذا كانت الدالة تناقصية، كما ترون لدينا هذه الدالة هي عبارة عن دالة تناقصية، هذا المنحنى، هذا المثال. لدينا هنا القطعة ا بي، اذا شرط القطعة ان يكون ا اصغر من بي. اذا كانت الدالة تناقصية كما نرى هنا لدينا ا اصغر من بي، لكن اذا قمنا ب يعني الإسقاط على الدالة ويعني حساب الصور f لو a f a f b، نجد أن إذا كانت a أصغر من b هذا يستلزم أن f لو a أكبر من f لو b. هنا يتغير الترتيب كما ترون، هنا a أصغر من b لكن هنا f لو a أكبر من f لو b، يعني يتغير الترتيب. إذا كما نعلم هنا إذا صورة القطعة ناقص واحد واحد بالدالة F
تساوي كما قلنا في يعني في الدرس، تساوي ام صغيرة وام كبيرة، حيث أن ام يعني ام صغيرة هي القيمة الدنيا وام كبيرة هي القيمة القصوى. إذا لدينا هنا الدالة يعني في القطعة ناقص واحد واحد، يعني تأتي من القيمة القصوى بالنسبة للدالة، صفر هي القيمة القصوى يعني بالنسبة لمنحنى الدالة في النقطة ذات الإحداثيات ناقص واحد صفر، هذه النقطة هي القيمة القصوى للدالة، القيمة القصوى هي الصفر، لأن هذا المتغير إكس وهذه الصورة، ومنحنى الدالة له علاقة يعني بالصور ومجموعة صور. إذن القيمة القصوى هي الصفر، وتأتي تناقصية لأصغر قيمة وهي ناقص اثنان. إذن هنا نقول أنه يعني القيمة القصوى هي صورة ماذا؟ صورة يعني عفوا القيمة الدنيا هنا، ما هي قيمة الدنيا؟ ناقص اثنان، يعني صورة f لواحد. والقيمة القصوى اللي هي m كبيرة يعني هي صورة f ناقص واحد، فقط بالتعويض هنا يعني اللي نذكر m صغيرة هي f لواحد، هي قيمة الدنيا، وام كبيرة هي f لناقص واحد، هي m كبيرة. إذن هذه هي القطعة، يعني صورة القطعة ناقص واحد واحد بالدالة f. ما هي f لواحد؟ كما قلنا f لواحد هي ناقص اثنان، و f لناقص واحد هي الصفر. إذن في المجال ناقص اثنان صفر، طبعا ناقص اثنان أصغر من الصفر، هذا هو شرط القطعة أن تكون قطعة ناقص اثنان أصغر من الصفر. إذن كما قلنا بأن صورة قطعة هي قطعة. إذن كان هذا يعني بالنسبة لهذا التمرين. إذن نراكم في فيديو لاحق إن شاء الله.